السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وما نقصكم خير بإذن الله. من خلال هذا الفيديو الجديد غادي نتكلموا على آخر مستجدات وتطورات البوليسي المرحوم شهيد الواجب هشام بورزة، الله يرحمه في هذا النهار، والله يرزق الأهل ديالو والزوجة ديالو الصبر والسلوان. كاينين أخبار زوينة، أخبار اللي غادي تفرحكم بزاف أخوتي. فالبارح كنت درت أنا وياكم واحد الفيديو وقلت أنه بمنطقة الدروة تم اعتقال واحد الشخص اللي عنده سيارة سوداء من نوع كليو، نظرا للاشتباه فيه انه عنده علاقة مع هاد الجريمة ديال القتل ديال الشرطي هشام، ولكن سرعان ما تبين ان هاد السيد هذا ما عنده حتى شي علاقة. راني خليت لكم الخبر في المنتدى ديال القناة، قلت لكم بان السيد مول السيارة اللي تشد البارح راه تلقوه راه ما عنده حتى شي علاقة. المهم اخوتي خاصنا نعرفوا انه البوليس شاكين فان هاد العصابه اللي اقترفات هاد الجرم في حق الشرطي هشام عندهم سياره سوداء هي باش كيتحركوا، يعني اي سياره لونها اسود ويكون عندها واحد النوع محدد كتدور في هاد النواحي ديال الدروه وكذلك منطقه الرحمه بالرشيد حتى السطات اخوتي، فاي سياره مشكوك فيها فراه كيتم البحث والتحقيق مع مولها وكذلك تفتيشها، واحد التفتيش اللي هو دقيق جدا. هذا علاش البارح كان تم اعتقال واحد السيد اللي عنده سياره سوداء من نوع كليو بمنطقه الدروه، واللي كان ديك السياره ديالو مشكوك فيها كتدور في واحد المنطقه مده 3 ايام وبقات مركونه بزاف، الشيء اللي خلى ان عناصر الكوموندو يدخلوا ويعتقلوه ويطيروا به لا هو ولا السياره ديالته. ولكن منين تم البحث مع هذا الشخص ومنين تم تفتيش السيارة ديالو واحد تفتيش اللي هو دقيق، فبوانتاو هاد السيد هذا ولقاو انه ما عنده حتى شي علاقة مع جريمة القتل ديال هشام، استمعوا ليه في واحد المحضر رسمي وطلقوه. ولكن اليوم كاينين اخبار اللي هي جديدة واللي غادي تفرحكم اكيد اخوتي، لان هنا القضية ديال هشام قضية كبيرة وبزاف، هاد الشيء اللي بغيتكم تعرفوا، قضية خطيرة جدا وراه تدخلوا فيها اجهزة امنية كبيرة بزاف، دخلت فيها حتى المخابرات ديال بلادنا، لان هاد الجريمة ماشي جريمة اللي هي عادية ولا جريمة سهلة، لا هادي راه جريمة تتمس بالامن والامان ديال الدولة. هاد العصابة راه كيتحداو السلطات واحد التحدي مباشر، كيقولوا لنا من خلال هاد الجرائم المتتالية ديالهم انه كما قتلنا الشرطي هشام وحرقنا الجثة ديالو تخلصنا منها، فها احنا حرقنا حتى السيارة ديالو وهربنا وما شديتوناش. يعني هذا تحدي واضح للسلطات، وحنا الحمد لله في بلادنا راه عندنا جهاز أمني الذي يضرب به المثل لدول أخرى كتستعن بالخبرات ديالو باش يحلوا المشاكل الامنيه اللي عندهم في البلدان ديالهم، وانتم اخوتي هذا الشيء عارفينه. يعني القضيه ديال هاد الجريمه اللغز راه سواء اليوم ولا غدا راه غتحل. سمحوا لي طولت عليكم بزاف، ندخلوا دابا في التفاصيل الجديده اللي وقعت اليوم. كيقول الخبر انه ذكرت مصادر اعلاميه ان عناصر تابعه للمكتب المركزي للابحاث القضائيه البسيج دخلت على خط قضيه رجل الشرطه المغدور في نواحي برشيد لقيادة مختلف أجهزة الأمن التي حلت عناصرها بالدروة، حيث اكتشفت جثة ضحية الواجب الوطني. يعني هذه العصابة تنشط في منطقة الدروة، كما تشد هذاك البارح وطلقوه فاليوم غيتشد واحد اخر في منطقة الدروة عاوتاني. نكملوا الخبر، هذا وكانت التحقيقات قد خلصت الى ان الامر ليس جريمة عادية، بل ان عصابة او شبكة ارهابية منظمة قد تكون هي التي تقف وراءها، مرجحة ان تكون اجهزة الامن قد حددت هويات المجرمين الذين يفوق عددهم 4 اشخاص. يعني اخوتي هاد 4 ديال الاشخاص اللي هما شهدوا فيهم بعض الرجال اللي كانوا غاديين يصليوا العشاء شافوهم منين حرقوا السياره ديال البوليسي في منطقه بوسكوره، فمنين حرقوا السياره
هذاك هو الغلط اللي ارتكبوه، تما غادي يفضحهم سيدي ربي، تما غايشوفوهم بعض الرجال غادي يمساكن غير يصليو العشاء وغادي يشهدوا فيهم. يعني العناصر الامنيه عرفت بان هنا هاد القضيه وراءها 4 ديال الاشخاص وتم الاهتداء للهويات ديالهم. اش اللي غادي يوقع من بعد؟ غادي تشد واحد فيهم اخوتي. عن اخر تطورات الجريمه البشعه ووفق ذات المصادر، تم يوم الاحد اليوم اخوتي اعتقال سائق سيارة سوداء اللون، يرجح أن تكون العصابة قد استعملتها في نقل الضحية إلى المكان الذي عثر فيه على جثته، مرجحة أن يكون الشخص الموقوف قد أدلى بصفات شركائه المحتملين وهوياتهم في أفق إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. إذن كما قلت لكم أخوتي أن السلطات شاكين في سيارة اللي هي سوداء اللون واللي النوع ديالها واضح وباين، واللي هي استعملوها 4 ديال الاشخاص منين صفوها الهشام حطوه في ديك السياره السوداء ومشاو به حتى المنطقه خلاء بدوار الخضاره، وتما في يعني قرضوا الجثه ديالو على نصفين ورموها في واحد البالوعه وحرقوه. فاليوم تشد واحد فيهم وكترجح المصادر بانه هاد السيد هذا راه كشف على الهويات ديال يعني باقي افراد العصابه، واكيد اخوتي انه في الساعات القليله الماجيه ان شاء الله راه غادي تشدوا. كونوا متاكدين والله القسم، واخا يطيروا ولا يهبطوا ولا ينزلوا ولا يديروا اللي بغاو يديروا، والله واخا يخرجوا بالخمار للزنقه راه غيتشدوا يتشدوا، كونوا متاكدين. لان علاش؟ اول حاجه الروح عزيزه عند الله، ربي حرم القتل، وثاني حاجه هاد السيد كان خلال حياته انسان اللي هو مزيان كيدير الخير، اذا ربي ما عمره ما غادي يضيع حقه. وثالث حاجة لأنه عندنا واحد الجهاز أمني اللي هو قوي وحنا كنآمنوا به ومتأكدين بأنه والله ما غادي يخلي هاد الجريمة تدوز على خير، والله ما غيخليو هاد العصابة يفلتوا من العقاب، كونوا متأكدين أخوتي. نكملوا الخبر ديالنا. كما أشارت سابقا مصادر مطلعة أن الشرطة اهتدت إلى خيط رفيع لفك لغز عملية قتل الشرطي حرقا بعدما عثرت ليلة أول أمس الجمعة 3 مارس على سيارة الشرطي الضحية بعدما التهمتها النيران بالقرب من سوق الأحد ببوسكورة، حيث تم إضرام النار في السيارة من طرف مجهولين خلال الليل قبل أن يلودوا بالفرار إلى وجهة مجهولة. وفي السياق ذاته تم العثور على آثار دماء الشرطي المقتول بإحدى السقايات بالجماعة الترابية أولاد صالح، وهو ما يرجح فرضية إزهاق روحه من طرف عصابة خطيرة. تجدر الإشارة أن التحقيقات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية للدار البيضاء قادت إلى اعتقال فتاة يشتبه في وجود علاقة لها بتفاصيل الجريمة، حيث من المحتمل أن تشكل أولى الخيوط التي قد تفك لغز هذه الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني. فشوفوا أخوتي لنأكد لكم أنه ما كاينش شي جريمة مكتملة الأركان، وضروري المجرم كيرتكب شي خطأ ولا أخطاء اللي كتوصل ليه يعني البوليس. وهاد الناس هادو كيسحب لهم من ينحقوا الجثة وحرقوا الطنوبيل، صافي راه تخلصوا من معالم الجريمة وتخلصوا من البصمات وصافي ما عمرهم ما غادي يعرفوهم البوليس. لا خوتي، راه منين حرقوا السياره هذاك هو الخطا اللي داروه. نعاود لكم نقول لكم بان راه منين حرقوا السياره هذاك هو الغلط اللي وقعوا فيه. علاش؟ لان السلطات منين قاموا بحملات تمشيطيه بفضل الكلاب المدربه في المكان اللي تم فيه حرق السياره، فلقوا واحد المجموعه ديال الادله اللي غادي توصلهم لهاد الهويات ديال هاد المجرمين. فلقاو اول شيء مجموعه ديال لي طراس ديال الصبابط، يعني هنا كنتكلموا على عصابه اجراميه ماشي واحد ولا جوج، بزاف ديال الاثار ديال الصبابط اللي هي مختلفه. ثاني حاجه لقاو هاتف نقال اللي ما عارفينش الحدود الساعه ديال من، واش ديال هشام ولا ديال العصابه، وبزاف ديال العناصر الاخرى اللي ما تمش الكشف عليها، يعني هنا كتبقى السريه ديال التحقيق. وحاجه اخرى ان هذيك البنت اللي تشدات النهار الاول اللي تلقات فيه الجثه ديال هشام، هذيك البنت حتى هي عندها علاقه مع هذه العصابه بطريقه ما، شنو هي العلاقه الله اعلم. فالبنت مازال رهن الاعتقال لا هي ولا السياره ديال خوها اللي كانت سايقاها هذيك النهار اللي وقعت فيه الجريمه بمنطقه الرحمه قريب فين كيخدم الشرطي هشام المرحوم. اذا هذه البنت هذه شنو هي العلاقه ديالها مع الموضوع الله اعلم.
واش هاد الشيء فيه تصفية حسابات؟ فيه انتقام اكيد اخوتي. واش هاد البنت هادي عندها شي علاقة مع الشرطي هشام وحاولت انها يعني تنتقم منه؟ فكلشي غادي يبان من هنا للمستقبل ان شاء الله. اكيد اخوتي راه هاد اللغز قريب يتفك، واللي متاكدين منه دابا هادي خلية ارهابية اخوتي. هاد الجريمة ماشي سهلة، دارت بواحد الدقة متناهية. هاد الناس كيختاروا الاماكن فين كيقترفوا فيها الجريمة، وخاصكم تعرفوا ان هشام تم التعذيب ديالو مسكين قبل ما يموت، يعني عذبوه وطعنوه يعني غدروه مسكين، عطاوه 4 ديال الطعنات على مستوى الظهر، يعني مات مغدور مسكين. عاد ذبحوه وهزوه في الطوموبيل وبقى الدم ديالو كيشرشر هنا وهنا وهنا، لدرجة ان لقاو الدم ديال هشام في احد السقايات بالجماعة الترابية ولاد صالح، يعني بقاو كيدوروا بديك الجثة كيقلبوا فين غادي يتخلصوا منها وفين غادي يحرقوها. مشاو حتى لواحد البلاصه اللي كيقولوا ليها السوق القديم اولا دوار الخضاره، وحرقوه تما في واحد القادوس، وقالوا صافي راه داك القادوس ما عمر شي حد ما غيشوفو. لا اخوتي، رغم انها منطقه خلاء والرجل ما كتوصلش ليها، ولكن الروح عزيزه عند الله. ربي غيبين حقه يبين حقه. هادشي اللي نبغي نقول، كما يتمو دوك الوليدات، وكما رزاو ديك الام مسكينه اللي هزها ولدها، وكما رزاو ديك الزوجه اللي باقا صغيره وتحرمات من راجلها، الله ياخذ فيهم الحق. وكنتمنوا ان القضاء يعيد النظر في هذيك القضيه ديال الاعدام. حان الوقت انهم طبقوا الاعدام في بلادنا اخوتي. راه منين يتمس شرطي الامن ديال بلادنا، منين يتقتل بهالطريقه المروعه، اذا هنا خصنا نبداو نفكروا انه فعلا لازمنا الاعدام في بلادنا. صراحة الله كنتمنوا انها تكون هذه بدايه ولا بشره خير انه يولي يطبق في بلادنا الاعدام عن طريق هذه العصابه اللي قتلت هذا يعني فرد من رجال الامن اللي كيحميوا بلادنا. هذا الشيء ما كان اخوتي، ما نزيدش نطول عليكم اكثر. اذا بانوا مستجدات اخرى غادي ناتيكم بها فيديو جديد. خليكم على القرص اخوتي، راه ان شاء الله ما بقى والو، غادي نكشفوا اللغز ديال هذه الجريمه. تهلاو ليا فراسكم بزاف، وما تنساوش من التعاليق البارطاج وبلي لايك اخوتي، ما تبخلوش بهم، الهلا يخطيكم. شكرا بزاف، مع السلامه.